كان عند حضرتك كام سنة ساعتها؟ يعني كنت أنا مواليد 61 حوالي 8 سنين أو 9 سنين. اللي فاكر إن ضربة المدرسة إن إحنا كنا مولودين كان البلد دي لسه مهجورة، يعني لسه سكان، لسه حياة ضعيفة كده خالص، سكان لسه بسيطة. وفوجئنا لقينا في طيران جاي من الناحية دي كده، أسمر أسمر أسود أسود جاي، فقال لي طيران فانتوم. بصينا لقينا الدخانة جاي من الناحية دي كده من نواحي مطار ابو سوير، وجينا على هنا كده لما دخلوا على المدرسه. قنابل سمره نادى زي المطر على حطام على المدرسه. لعندما خلت المدرسه كوم حطام حتى اشلاء الطلبه كانت متمزقه في جميع الاماكن. شفت حضرتك الكلام ده؟ ايوه شفته، كنت موجود فعلا. كنت موجود 58 سنه مصابين مدرسه بحر الله. كان عندك كم سنه؟ 8 سنوات وحاليا عندي 58 سنه. احنا اللي انا فاكره كله احنا كنا في حصه حساب بس. بعد كده الضرب ما